هكذا قدر الأمهات منذ أول ركلة لجنينها، ومصيره مرتبط بها، تسعى لتقديم روحها في سبيل إسعاده. في حين تخلى الأب عن 9 أبناء، صمدت هذه الأم القوية. وكعادة المرأة اليمنية العظيمة، لم تقبل الخالة أم سعد هذا الواقع المؤلم الذي فرض عليها. هل تستسلم ولديها 9 أبناء؟ أم تقاوم وتشق طريقها؟ اشتغل في الطيان، اصرح الصبح وروح أذن الظهر، 200 ريال يعطونا أنا وعيالي، عيالي معي اشتغلوا ونتواصل. أبوهم يعني شوياتها مش ستور. تمر السنوات وتكبر الخالة أم سعد، وتقل فرص العمل التي كانت تقوم بها، وتشعر أنها لابد أن تستمر في العطاء والسعي، فكيف ستساعد أبناءها في تحمل أعباء الحياة، خاصة في ظروف الحرب وتوقف الكثير من الفرص؟